زكاة لا يقانو زكاة الفطر زكاة فطر زكاة الفطر معناها دوامح بحال زكاة الفطر لو بحية زكاة الفطر والله يدعى سبب لو بحية وحوية وأفطر يفطر فطرا ووقت يقول لك أفر يا رمضان إلا نميني وحديثك رسولك وحكوت جرت صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله زكاة الفطر وحو واجبية زكاة الفطر مركا وسكدي كبك نايد وقت قال لك أفر يا رمضان العيد وعك الله إلى زكاة البدن زكاة شرك وزكاة قائبنا حوالها لك بحيا قائبنا تشرك تنواتي شرك زكاة الرؤوس نوالايا زكاة مضحيدة زكاة الرقاب زكاة قورتا لغا بحيا نوالايا وحلا واتبيي سندي لباد اهجردة زكاة حوالها نوقتي قاسم بها لواتبيي رمضان نوقتي قاسم لواتبيي عيدها نوقتي قاسم لتشدي احكام بضان بدر كدب زكاة ليضا مرك حكم كذا الله يقوى فرل وصدق قدم إذا نوى فرل إذا نوى سنة صدقوين كفرض كأه أيه كشرته وحنا يتأجن تهاي فرح حد لجو فرح سين فرل كله صار لما يستدار رمضان وح الصحيح قصة عن حديث صحيح ابن عمر وورينا إياه وحول يا عبد الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان نبي وحو واجبي سكذا زكاة فطر مرك رمضان لقى أفره ساعا من تمر أو ساعا من شعير ولا بكي لي دارات هادة أما تمرة وحو كواجبي قفك استوى حرة أما أطونة قف كستو الله أما نديك لكن مسلمين تكملة سكذا حكمة اللوت شديي وحين كفى إذا سنكرنا حديث كالرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لا بحق مضاد ميت كم إذا بلشدي قدن تهاي ميت كم إذا نقفك لقب حين أي أما صوابان با ستارة واحدة حديث كالنبي كالسوغان من حديث ابن عباس وحي النبي قولي ابن عباس وحول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين زكاة الفطر النبي هو واجبية يضاء إلى هيئة كنا ذي فينا يقف كي صومنا هذا الكي حماية كالعي يكيد دنبقاها يبلا معنيه إلى هيئة كنا ذي فينا يصوم كيس أيه كالعي يسامتها بقاله صفيسان وشان دينيس gurma degdegana waxay u tahay dadka fuqarada iyo masaakiinta idan marka fuqarada iyo masaakiinta bulshadeeda ka mid tahay oo dambe u tahay qofkii Soomaalana dambe u tahay sakadan iyada ah iyay ku waajibaysa ee laga bixinaya macnaha waxa laga bixinaya qof kasto muslima raaki qaan gaaray yakii yara yakii wala yakii miirka qabay qofku waa haduu muslim yahay way ku waajibtay hadii loo helayo laga bixiyo ila culimada qaar kood ay yiraahdeen koladii muslimiinta oo dhan laga bixinayo ilmaha urjiifka ah ee caloosha ku jirana waa laga bixinaya Uthman ibn Affan Ahmed ibn Hanbal ayaa maqaladaasi ka timid laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin in aan arintaasi daliil lahayn المهر إلى وفق أوصاب بحور نشاه لجماعة بحين يكون واجبين سكذا ليضع لا يشترط فيها النصاب وحمل الله ما شرط ومعها إنه وقف بحور ربضا هيستقى سكا وكب حين يو يمد حوره سكا كب حين يو يمد حور عن سكا لقول هين بهيست يمد وحبه بهيسن وحلو إيجا يون مالين تنعيد إيهابين كعيدة wax masaariiftiisa dheer inuu haysto xisaabkeedu waa inta waa nabigu muslimiinta oo dhan buu ku xukumay muslimiinta oo dhan baa laga bixinayaa waxa la bixinayaa dad markaa sakadii kale loo eego way iska yartaa
ka qofku inuu xoolo badan haystaa shardi uma aha. Sakadan iyada الدين المؤجل لا يمنع دينتو هذا وقت لاذا قفك كما هرچوك سنه سواء ما أرانا يدين بها اللي يقول ليس كاتفتر بحين معايو لكن دينتي كل هذا أي وقت لاذا وهذا أن دك دك لوغة دونين وبحين أي سكاتفتر دينتا مدنا وقت بها لاذا لا مدنا يمكال لقول لي ليك وكالر كالاقو هايست دي تا كالر كالاقو هايستو سكاتفتر واتكه الرئيسينيس لو حق بني آدمي لكن كل هذا وقت الله سكات فدري جواد سكب حنيس ما هو القدر الواجب قدر كواجب كينو بحنينا وايمس قدر كواجب كحديث كصحيحة وحقصغا ساعة ساعة وح وها كلام وقت جينا بيجا وحلقو ميسن شري أو كسم يستنا قري أيو كسم يستنا أو وحوا قاديل كينن حوالها أينو كم مالنا قريقة حرارة في كل يدعوا للقريقة سكروها وحارو قادة يلبك كيله يبرد مالها ولماذا قاركود وابكسي يا كرديانو سدح كيله الشيء قال لكن مركز دي بلاقو النوضة لبك كيلو يبقال يلحية تضبط عن جرام مالها سيكو قياسا ساعي مدينة مركز لميسي الجرام هذا اللور رغي ماله لقاه لي ساعة سواش السويدين ترى وحوي مياه لقى كردين كراع. بسواءنا إنه أنت أصلاً كقياسنا، مياه لقى كردين كراع. وعبادة ذا لنا قالها الله حريدة كردين تواق بشاه. سدي سكذا حاله بكردين تواق بليس. وسكذا حالها تين ناف لقى قل لي ياد مت كشليس بحصة لقى أرن ما يكايجي كانوا شليس كنا جعلي. وقت النبي قال ويدع صلى الله عليه وسلم من باب بحينا يفكي لقول هامد كشلس أصحابي قاد يوحوا لك الله يما صادرين ورانيقا قول أي أكدر سنة يقاد مركي النبي قال له لا تقين واقعه رسولك صلى الله عليه وسلم مركوا عبادة أقبلك كرت كردينت هل كعبادوين ككلا أنا أقبلك كرين كردينت ووحيا بأيك قد وانت عبادة عبادوين ككلا وعبادة مالية في ذي هذه الصوم كما مركو إلى هيك ورمى يوح أقبل إلا كردين كرا فمن تطوع خيرا فهو خير له في ذي هذه الصوم كما مركي وكورمى يوح ورقفك خير كردستا تيسجى خير طاع أن سكذا يضع راش محال لقب حنا راش ماذا لقب حنا يوان نوعي راش إنك لقب حنا يو وقت جي النبي صلى الله عليه وسلم لقوا بحين شري وينقى صوت الماني وتمرتي وبهاش الله إلى هذا والزبيبك أقتك وح الله إلى هذا عن بورها كويلها سال لقوا بحين شري سلفك وحياه يكون بحين شري وح كم إذا هرورك أربا خذا سرينك ويلها سال لقوا بحينها يدور هذا بهاش الله إلى هذا واسكاد دور الشامية والعادية وهرور كيوم استاد الادد وحاي علماء هلكا كلا سو بخين قوت القالب كان لو بخينايو قوت كراشين اها لو استعماله اي دغالكا غلا marka waxa meeshi ka baxay khudradii ma noqonayso mid lagu bixiyo ee lagu ma bixinayo wixii sharaab noqda ama cabitaan sida sonkorti iyo wixii lamida su'aasha koobiyo tobnaad waxay la xidhiidha hal ya juzu ikhraj alqima أنت كوجوا شفته راشين كقيمة دي سما الله بحين كرا علماء الإسلام كوحي أبدئهن ما يا لعكت الله ما بحين يا وح الله بحين يا وراشين وح الله ويدي أحمد بن حنبل مركز سوا وح الله جويري ما لقوا بحين كرا لعك مركز وح الإمام كاس خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي جاي خلاف سنة راشين لقوا لعك ما بحين يا سكات فدرية وين راشين لقوا بحياة مركن نينكي أرضي إذا كم إذا هاي وحويدين يوحوا لهد عمر بن عبد العزيز بل حوينها مسلمين توقع واسدائن لقوا بحين كرا مركن ساوحوا لبال هذا الكي النبي كان كو شاقية أدونا هذا الكي هبل بادي شاقيس ورماشا مقا بتبولي أنا مركن كوري النبي قايري إن هذا التلاه هذا هبل بايري مركن حديث كي ابن عمر بسود ريشدي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نبي قراشين بواجبيي
sidaasuu nebigu yidhi. ilaahayna wuxuu yidhi buu yidhi aiicu llaaha waaiicu rasuul, ilaahay iyo rasuulkiisa aqbala. Marka hebel meeshaa inaga dhig. madaahibta saddex ka mida iyo jumhuur ulculamaaba sidaasay qabaan. abu xaniifa oo ka mida madaahibta, imaam lbukhaari oo aynu garanayno saxiixa qoray, sufyaan uthawri oo isaguna fuqahadii aan madhabkooda la qorin ka mid ahaa, raggaas waxay qabaan in lagu bixin karo lacagta. oo tanoo qura ma ahee waxyaabaha waxay qabaan sakada in lagu bixin karo wixii miskiinka u dana ama maslaxadiisa iyo faa'iidadiisu ay ku jirto, oo xataa ta geela iyo ta adhiga iyo ta beeraha intaba lagu bixin karaa lacag ayay qabaan. oo waxaanay leeyihiin sidaasaa miskiinka u faa'iido badan. arrimo dhowray ku doodayaanoo sakadan iyadahay xagga tawqiifka loo eegay maayo, tacliilka loo eegaya bay leeyihin. cibaadadii aan la bedeli karaynin maahe waxbaa laga bedeli karayaa xagga sida aslaxa marka la eego. oo waa halkii aynu ka soo warramaynayo waxay daliishanayaan cabdullaahi ibnu mascuud oo yeman aan idhaahdo mucaad ibnu jabal oo yeman uu nabigu u diro sakadii ka soo ururinaya. markaa wuxuu leeyahay halkaa iiga dhiibi lahaydeen firi raashiyaan, raashinii dhiibi lahaydeen waxaa keentaan alkhamiisa waallabiis, dharka keena, dharkaasaa idinkana idiin dhib yar fuqaradii iyo muhaajiriintii joogay madiinana u wanaagsan. marka asxaabigu nabigu u diray saw kaa bedelay bay dhahdeen, qiimihiisa qaaday. marka cilladuu ka eegayo wuxuu leeyahay dhinacana fuqarada u fiican buu leeyahay. si kale kolka looga eegana waxay kaga duwan tahay cibaadadan maaligii tii kale ee la gudanayay. taqbalu niyaaba maca alistitaaca, niyaabana way aqbashaa. oo masalan soomka cid uma diran kartid wakiil kaa noqota haddaad kari karayso, xajka haddaad tegi karayso cid naaibo uma samaysan kartid oo wakiil kaa noqota. salaadiina dee hadalkeedaba daa, laakiin sakada adiga oo bixin karayaad qof u dhiibi kartaa, soo bixi baad odhan kartaa. waxay kaga duwan tahay agoonka waxyaabahaasoo kale lagaba rabo, oo soomkii iyo dee salaadii iyo kumay waajibin, laakiin sakadani way ku waajibtay. taasna miday kaga duwan tahay weeye, siyaadana way aqbashaa. sidaa daraaddeed in la qiimeeyo, qiimaheedii lagu bixiyana way aqbalaysaa bay leeyihin. arrimahaasay raaciyeen. sidaa waxaa ku raacay ibnu taymiya raximahullah iyo axmed ibnu xambal laftiisa aqwaashiisa mid ka mid ah, oo wuxuu leeyahay sakaatu fidriga laguma bixinayo, laakiin sakada xoolaha haddii miskiinka ay u fiican tahay in lacag iyo qiimo lagu siiyo, qiimahaasaa loo raacayaa u fiican buu leeyahay. marka qowlkaasina culimo badan oo casriga ayaa xoojiyo, waxay leeyihiin mararka qaarkood waxa dhacda faqiirka haddii la siiyo raashin inaan lagaba iibsanin ama qiimo jaban lagaga iibsado, markaa lacagtaasaa uga faa'iido badan. laakiin waxaynu rajaxaynaa qowlkaa ah in fuqarada iyo masaakiinta lagu siiyo raashin, kaasaa dee axwal xagga cibaadadana u dadaal badan. innagana waddanka marka aynu joogno dad badan oo raashinka u baahan baa la helayaa, oo fuqarada iyo masaakiinta ah. qodobka 12aad, goormaa la bixinayaa sakadan? waxay culimmadu isla waafaqsan yihiin sakadaasi inay waajibayso sida xadiidka ku sugan marka laga afuro Ramadaan. habeenka la yidhaahdo waa ciid, faral bay noqotay, waa faral waqtigiisii la gaadhay. sidaasay a'imadu u badan yihiinoo waqtigaasaa la bixinayaa, waxaase sii fiican goorta waagu dilaaco. mar hadduu waagu dilaaco subaxa ciidda waqtigaa weeye. sidaa daraaddeed baa xadiidka bukhaari min xadiidi abi saciid alkhudri waxa uu leeyahay, kunnaa nukhriju fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yowma alfidri saacan min acaam, waxaanu sakadaa bixin jirnay maalinka ciidda marka waagu bariyo ayaanu bixinaynayo. waqtigeediiba markaa caddeeyay xadiidkaas, maalinkaa uu sheegaya waa maalinka markuu dee ciidda waagu bariyo. su-aasha kale waxa weeye, miyuu bannaan yahay in la qadimo iyadoon maalintii ciidda la gaadhin? haa, culimmadu way u badan yihiin, ee qaar waxay leeyihiin laba cisho ka hor ayaa la bixin doonaa, maalinka ciidda laba cisho ka hor.
sida markaa ibnu cumar iyo rag kaleba ay warinayaan in asxaabtu ay bixin jireen laba cisho ciidda ka hor, labada maalmood ee ramadaanta u dambeeya. laakiin imaamu shaafici iyo aimo kale waxay leeyihin sakadani tii xoolahay la mid tahay oo ta xoolahana waa la qadimi karayay, sanadka dhexdiisa fuqarada waa siin karaysa iyo dadkii lahaa. Laba sababood bay ku waajibtaayo. Sabab waxa weeyaan ramadaan inuu qofku joogo, sababka labaadna waa inuu ciidda gaadho. labadii sababood mid ka mida baa la hayaa oo ah in ramadaan ay soo gashay. marka ramadaan dhexdeeda waa la qadimi karaa day leeyihin. laakiin sida ugu fadliga badan waxa weeye subaxa ciidda inaad ku dadaasho oo aad bixiso siduu nabigu ahaa sala allahu calayhi wasalam. su-aasha kale waxa weeyaan yaa la siinayaa, oo waxaynu naqaanay sakada xoolaha sideed qolo aayaddu sheegto loo qaybin jiray. marka tanna ma sideeddii qolo aynu u qaybinaa, mise qolo keliya lagu kuusayaa la siinayaa? waxaa la siin karaa un fuqarada iyo masaakiinta, dadkaa baahan. casrigii nebigana sidaasay ahayd, culimmaduna sidaasay u badan yihiin. waayo nebigu wuxuu yihi ducmatan lilmasaakiin, masaakiintay raashin u tahay, masaakiintay u tahay quud iyo waxay qaadanayaan. qolyihii sideed ahaa kuwaasu baa laga sheegay. maalmahana inay aada u ciidaan ay farxaan baa la doonayaa qolyaha fuqaradu. sakada iyada ah waxay isweydiin le dadka aan la siin karaynin lama siin karayo dadkii sakadaba loo diiday, qofkii gaalka ahaa, kii maalqabeenka ahaa, caruurtaadii, waalidkaagii, xaaskaagii, dadkaa ma siin karaysi. waa sakada xoolahaba kuwii aanad siin karayn. qodobka 16aad waxa weeye sakadan iyada ah ma la naqlin karaa meel kale, ma la geyn karayaa oo faamiligaagii ama qaraabadii oo miyiga jooga ama dal kale jooga baahi badan hayso ma loo gudbin karaya? haa, waa loo naqlin karayaa. baahidaa qaraabadu ay qabaan ama bulshada qaarkood intoo la isku ururiyo waad u diri karaysaa. su-aasha u dambaysaa waxa weeye, haddiiba ay ku dhaafto maalinkii ciidda maxaa la yeelayaa? dadka qaarkood baa ilaawa, qaarkood baa jahli ku dhacaada oo moodayaba inaan ciidda la bixinaynin. dee waa faralo, waa la qallaynu. fadaynu llaahi axaqu an yuqdaa. nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, daynta ilaahay baa ku habboon in lasoo qalleeyo. oo haddii ay dhaafto maalintii ciidda, wixii ka dambeeya sidaa ugu fiican waa qabla salaa in la bixiyo. haddii salaadda ka hor la bixiyo waxa weeye waa sako la aqbalay buu nebigu. haddii salaadda ay ka dambaysana waa sadaqatun min asadaqaat, waa sadaqa sadaqooyinka ka mid aho, faralkii unbaa kaa dhacay. laakiin ajrigii wanaagsanaa heli maysid, kolada salaadii daba maraysay. qofkii markaa ka dhici mayse sakaatu fudrigii aan u bixinin maalintii ciidda waa bixinayaa oo qallun bay noqonaysa. marka qodobada 12 baynu ku soo ururin karnaa axkaamtii sakaatu fudriga. allah inagu anfaco.